أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وحسبك شرفا للقرآن أن يكون مناط الرفعة، وأن يكون أيضا مناط الضعة والخفض والنزول، وليس المقصود مجرد تلاوته أو حفظه بقدر ما المقصود التعامل مع القرآن بكل ما يليق من الأدب، ابتداء من الحفظ أو ابتداء بالتلاوة وتعلم الأحكام وتعظيم الحرمات والعمل والتأدب والقيام به أناء الليل والنهار، والوقوف عند أحكامه والاتعاظ بقصصه وتدبر أمثاله وحفظه كذلك، والدعوة إلى طريقه ومنهجه وتحكيمه. وهذه أشياء تطول وليس لها حد يقف عنده الإنسان، بل هي درجات وفتوحات ومقامات، وعطاء الله سبحانه وتعالى في هذا يتفاوت بتفاوت القلوب والأحوال، وهي أسرار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلينظر العبد في حال نفسه ويتأمل في منزلته من الله عز وجل، إذا عرف منزلته من كلام الله عز وجل. فالذي يقبل على كتاب الله علما وعملا وتعلما وتعليما وأدبا يعرف أن منزلته عند الله عز وجل عالية، والذي يجد من نفسه نفورا وتراجعا وخفضا وانخفاضا يعرف أن منزلته على خلاف ذلك. وكلما سنحت الفرصة وتيسرت الأسباب كانت الحجة أعظم، كما لو جاء وقت فراغ أو يعني وقت تيسر سبل الانتفاع، أو أمكن يعني وجود من يعين على هذا في التعلم أو في الحفظ أو في الصحبة للانتفاع بمعاني القرآن أو نحو ذلك، كانت هذه أنواع من القيود والمسؤوليات التي يسأل الله عز وجل العبد عنها. فدونك هذا الشرف، وأنت الحمد لله في زمان قد تيسر فيه من يعين على القراءة والإقراء والحفظ والفهم ونحو ذلك. ربما وجد بعض الناس في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن لا يكاد يجد من يعني يعلمه شيئا من كتاب الله عز وجل، ولا يكاد يجد من يعني يفهمه شيئا أو يعرفه حكما أو نحو ذلك. وهذه كلها من أسباب يعني، أو هذه كلها تبعات، ويحمل الإنسان بهذه الحمولات ما ربما يسأله الله عز وجل عنه. فالله تعالى هو المسؤول أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما. باب استحباب الإكثار من ذكر الموت. روينا بالأسانيد الصحيحة في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم الهاذم اللذات، يعني الموت. قال الترمذي: حديث حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما. وبدأه بباب استحباب الإكثار من ذكر الموت.
وذكر فيه حديثا واحدا روينا بالأسانيد الصحيحة في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجة وغيرها، يعني من الكتب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هازم اللذات، يعني الموت. قال الترمذي: حديث حسن. وقوله أكثروا ذكر هازم اللذات يعني الموت. ورد في بعض الروايات الموت مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما هنا يعني خارجا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. وضبط الموت بالحركات كلها، يعني أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، ويكون خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو الموت. أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، يعني ويكون مفعولا لفعل محذوف، أعني الموت. أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، على أنه بدل من هازم. وله أيضا لهذا الحديث زيادات في بعض الروايات كما عند النسائي وقد نقل عنه، فإن فيه زيادة: أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه لا يذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره. والمقصود أن الموت لا يذكر في كثير، يعني من الأمل، إلا قلله، ولا قليل يعني من العمل أو العيش إلا كثره. وهذا ظاهر. وعند البيهقي: أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. قوله لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، يعني لأنه يوجب لها، أي للنفس، الخروج لأنه يوجب لها الخروج من التعلق بهذه الدنيا لعلمه أنه مفارق لها. ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه، يعني في سعة من الدنيا، إلا أوجب له يعني ذكر الموت الإعراض عن هذه الدنيا والتقلل منها. والمقصود أن ذكر الموت يستحب للإنسان أن يلازمه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم هازم اللذات، وهازم بالذال المعجمة يعني قاطع، هزم أي قطع. وأكثر الروايات على هذا، وفي بعض الروايات بالدال المهملة، ويكون معنى هادم الهادم المزيل للشيء، لكن رواية هازم الإعجام أكثر ومعناها أقرب هنا. وفي الحديث استحباب ذكر الموت سواء بالقلب أو باللسان أو بهما، ولا أقل من استحضاره بالقلب. وسبب ذلك أنه أحرز عن المعصية، فإن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت فإنه يتحاشى الوقوع في المعصية، وأعون على الطاعة. كلما أكثر من ذكر الموت كان ذلك سببا لمبادرته بطاعة الله عز وجل. وأنت ترى عمليا أن الرجل الذي يكثر ذكر الموت وتأمل أحوال الموت فما يرى يعني من لذة إلا وينغصها عليه ذكر الموت، ولا يرى من ألم إلا ويهونه عليه ذكر الموت. ترى أن حاله في ازدياد وفي يعني ترق وصعود، لأنه بذكر الموت يقل تعلقه بالدنيا ويكثر تعلقه بما بعد الموت من الدار الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم في هذا، كان يكثر ذكر الموت، وكان انتفاعه بذلك إنابة يراها يعني من نظر في وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أو سمع شيئا من كلامه، أو رأى أحواله.
وهكذا من كان أقرب إلى هديه صلى الله عليه وسلم كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. بدأ أذكار المرض والموت بباب الاستحباب أو استحباب الإكثار من ذكر الموت، ثم عرج على ما يتعلق بالمريض، لأن المرض بريد الموت، وعامة من يموت يكون ذلك أو يسبق ذلك مرض، لأن المرض بريد الموت وقد لا يسبقه، لكن هذا على الغالب، ويكون المرض من توفيق الله عز وجل للعبد حتى يعني يتأهل ويتجهز للقاء ربه. باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. والحديث في البخاري، وله بعض الزيادات ذكرها البخاري في غير موطن كما في المغازي من ذلك. فقال العباس: والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب عند الموت. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج علي رضي الله عنه وسأله الناس عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال العباس له: إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذا، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب عند الموت. يعني يقصد العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به، هذا يعرفه الخبراء، وخاصة من كان يعني من نفس الأسرة، كما قال العباس: إني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب. جرب هذا في كثير من إخوانه وقراباته، ولعل العباس كان يوعز إلى علي رضي الله عنه أن ينظر في شأن بمكانة علي رضي الله عنه في شأن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ذكر ذلك. وقوله خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، هذا فيه أن علي رضي الله عنه لخصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من هو في الصحابة عموما، وهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ختمه يعني زوج ابنته. فسأله الناس: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. أصبح بحمد الله أي مقرونا بحمد الله، أو متلبسا بموجب حمد الله تعالى وشكره. وقوله بارئا يعني قريبا من البرء، أو أصبح بارئا قال على سبيل التفاؤل، أو أصبح بارئا يعني من كل ما يعتري المريض من قلق وغفلة ونحو ذلك. وهذه المعاني كلها صحيحة في هذا الموطن. وفي الحديث أن العيادة، عيادة المريض، قد تتعسر لعارض من العوارض على بعض الناس، كما لو كان المريض يعني لا يتحمل لقاء الناس، أو كان مشغولا بشدة المرض أو بالمداواة ونحو ذلك، فإذا تعسر عيادة المريض يسن السؤال عن حاله ممن يعلمه وهم أقرب الناس إليه. وسر ذلك أن المريض سينقل إليه ذلك ويسره، يعني المريض يصر إذا بلغه أن الناس يسألون عنه ونحو ذلك، وهذا من تطيب الخاطر عموما.
وأيضا من حقوق المسلم على المسلم. فأنت إذا أمكنك أن تعود المريض فعلت، وإذا عجزت فلا أقل من أن يعني تشعر باهتمامك وسؤالك عنه ودعائك له ونحو ذلك. وفيه أيضا أن من الأدب التفاؤل، وأن الإنسان لا يذكر شأن المريض إلا بخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا وقد مات منه فعلا، وكانت الحمى قد يعني اشتدت عليه، ومع هذا قال علي رضي الله عنه لما سئل قال أصبح بحمد الله تعالى بارئا، ولم يقل يعني هو يعني في حالة شديدة أو يخشى أن يموت أو نحو ذلك. فمن المهم يعني اعتبار الألفاظ، والتفاؤل هنا مطلوب، وهو عنوان الأدب في هذا الباب، ولهذا سيأتي معنا في الباب القادم من أذكار عيادة المريض أنها مبنية على التفاؤل كلها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلها كقوله لا بأس طهور إن شاء الله ونحو ذلك مما سيأتي. باب ما يقوله المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات. قالت عائشة فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي رواية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قيل للزهري أحد رواة هذا الحديث كيف ينفث، فقال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قلت وفي الباب الأحاديث التي تقدمت في باب ما يقرأ على المعتوه وهو قراءة الفاتحة وغيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يقوله المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله. روي في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على وجهه ورأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. أما قولها كان إذا أوى إلى فراشه، فقد تقدم معنا هذا في أبواب النوم، وأن من أذكار النوم أن الإنسان عند نومه إذا أوى إلى فراشه أو أراد أن ينام يجمع كفيه ويقرأ المعوذات وينفث ويرقي نفسه لبركة هذه السور، وأنه يمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده على سبيل الرقية، وأنه يفعل ذلك 3 مرات. وتقدم ما يتعلق بذلك، وهل ينفث قبل القراءة كما في هذا الحديث أو بعدها كما في روايات أخرى، وأن الراجح أن النفس يكون بعد القراءة، لأن المقصود يعني أن ينفث وينفخ بزفيره الذي يخرج من أثر هذه القراءة لبركة القرآن، أما قبل أن يقرأ فإنه يعني ليس فيه نفس المعنى.
والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أيضا عند عموم المرض، وهذا المناسب لترجمة الباء، وهو قول عائشة في آخر الحديث، قالت عائشة: فلما اشتكى، يعني أي مرض واشتكى لازم ومتعد، يقال اشتكى لازم يعني لا يطلب مفعولا، وقد يتعدى اشتكى الوجع أو اشتكى المرض، كلاهما صحيح، وهو هنا لازم، فلما اشتكى، ويمكن أن يعد متعديا ويكون الفعل محذوفا. فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، يعني لمرضه يعجز عن أن يجمع يديه وينفث فيهما بالمعوذات ويحرك يديه ليمسح وجهه ورأسه وجسمه، فكان يأمر عائشة أن تفعل به ذلك، وفي هذا مشروعية مثل ذلك. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الألم الذي أعجزه أن يرفع يديه أو يحرك يديه بحيث يمسح بهما رأسه ووجهه وجسده، وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعف له في البلاء، وأن من ضعف له في البلاء فلا يلزم من هذا أن يكون غير كريم على الله، إذ لو كان ذلك عنوان عدم الكرامة لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل مبتلى وكل مريض يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل ذلك. وفي رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي رواية: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قيل للزهري أحد رواة هذا الحديث: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قلت: وفي الباب الأحاديث التي تقدمت في باب ما يقرأ على المعتوه، وهي قراءة الفاتحة وغيرها. قوله في رواية الصحيح: كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات، اختلف في معنى المعوذات، فمن قائل أراد المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقط، وهذا يتأتى على، وهذا المعوذتان مثنى، هذا يتأتى على قول من يرى أن التثنية أو أن أقل الجمع اثنان كما في صلاة الجماعة، فلا بأس من تسمية الاثنين جمعا المعوذات. أو قيل أراد المعوذتين وشبهها، يعني من الآيات التي فيها معنى التعويذ، فيكون هذا مطلقا، لكن أصح قول في هذا أن المعوذات المقصود بهما المعوذتان والإخلاص، وهو المعتمد كما قال الحافظ ابن حجر، وهذا على سبيل التغليب، فباب التغليب في اللغة معروف، كما يقال القمران والعمران للشمس والقمر ولأبي بكر وعمر والأبوان للأب والأم، فيقال المعوذات المعوذتين والإخلاص، وهذا المعتمد ويكاد يكون المتعين لما رأيت في صدر الحديث أنه في أول الحديث كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم قالت: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. فهذا كالدليل على أن يفعل ذلك، يعني يقرأ هذه الثلاث. ثم في الرواية الأخرى أجملها وقال المعوذات، على أن بعض أهل العلم زاد إلى هذا سورة الكافرون، ورجح بأن هذه الأربعة من المعوذات، ويؤيد ذلك أن الأربعة بدأت بقوله: قل قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، والمعوذتان كذلك، وأن الأولين بمنزلة الحمد والثناء، يعني الإخلاص والكافرون بمنزلة الحمد والثناء، والأخيرتين يعني المعوذتين المحض الدعاء، ولا بأس بهذا على كل حال، لكن الذي عليه العمل أن المعوذات يعني قل هو الله أحد والمعوذتين. قالت عائشة: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن،
للمعوذات، يعني تتولى هي ما عجز عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمع يدي النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها، وهذا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ فيها المعوذات وتنفس هي وتحرك هي يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي رواية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. والجمع بين الاثنين أنه كان إذا اشتكى شكاية في أول الشكوى يفعل هذا بنفسه، فإذا ثقل يفعل هذا بواسطة عائشة رضي الله عنها. قيل للزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، والمقصود أنه يقرأ على نفسه وينفث الريح يعني في يديه، والمقصود هو هذا الهواء الذي خرج من أثر قراءة القرآن لما عرف من بركة القرآن. وروينا في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وفي رواية تربة أرضنا وريقة بعضنا. قلت قال العلماء معنى بريقة بعضنا أي ببصاقه، والمراد بصاق بني آدم. قال ابن فارس الريق ريق الإنسان وغيره، وقد يؤنث فيقال ريقة. وقال الجوهري في صحاحه الريقة أخص من الريق. وروينا في صحيح البخاري ومسلم سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، إذا اشتكى الإنسان الشيء يعني العضو منه يعني من جسده، يعني إذا اشتكى الإنسان شيئا في جسده كأن وجعه بطنه أو صدره أو رأسه أو يده أو رجله، أو كانت قرحة أو جرح، والقرحة يصح فيها ضم القاف ويصح فتح القاف أيضا، والمقصود بها يعني مثل الدمل ونحوه، أو جرح وهو معروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ورفعه وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وقوله وضع سبابته بالأرض يعني بعد أن نفس فيها كما هو ظاهر كما سيأتي من تعليق المصنف. وقوله تربة أرضنا بريقة بعضنا بدأ بالتسمية بسم الله يعني للتبرك بسم الله عز وجل، ثم قال تربة أرضنا بريقة بعضنا، تربة الأرض يعني جميع الأرض. وهل المقصود جميع الأرض أم المقصود تربة أرضنا يعني أرض المدينة ببركتها؟ لكن الظاهر أن الراجح الأول يكون هذا في المدينة وفي غير المدينة. بريقة بعضنا، قال العلماء تربة أرضنا أشار إلى فطرة آدم، فإن آدم من طين الأرض، وقوله بريقة بعضنا إشارة إلى نطفة خلق الإنسان، فالإنسان ما بعد آدم خلق من هذه النطفة من الماء المهين، فكأنه يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، يعني لسان حال الإنسان أنه مخلوق من هذه النطفة وأن أصله من هذا الأرض من هذه الأرض، وكأنه يعرض أيضا بفحوى المقال، يعني كأنه يتضرع إلى الله يقول يعني كما خلقتنا من نطفة وأصلنا من طين فمن علينا بالشفاء فأنت على كل شيء قدير، كأن هذا المقصود بمثل هذا. وقوله يشفى به سقيمنا
ضبط بالوجهين، يشفى به سقيمنا أو يشفي به سقيمنا كلاهما بإذن ربنا. والمقصود بإذن ربنا أي بأمره، يعني سواء كان بسبب من دعاء أو دواء أو غير ذلك، فالمقصود أنه لا يكون الشفاء إلا من الله. ولهذا أكد هذا المعنى بقوله يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قلت قال العلماء معنى بريقة بعضنا أي ببصاقه، والمراد بصاق بني آدم، يعني ينفث على أصبعه بحيث يلامس ما نفث به الأرض، فيكون تربة أرضنا بريقة بعضنا. قال ابن فارس الريق للإنسان وغيره، وقد يؤنث فيقال ريقة يعني كما في هذا الحديث. وقال الجوهري الريقة أخص من الريق وهو الرضاب، فرق بين الاثنين. الذي أعرفه الرضاب بالضم ينظر، والرضاب يعني أخص من الريق. الرضاب ما يكون يعني على الأسنان من هذا الريق اليسير، ومذكور هذا في الأشعار ونحوها. وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قلت معنى لا يغادر أي لا يترك، والبأس الشدة والمرض. وهذا ذكر ثالث لمن عاد مريضا. قال روينا في صحيحهما أو صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ثم يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كان يعوذ بعض أهله، وهذا فيه أن من الأدب عند زيارة المريض ليس أن يجلس فقط كما يفعل كثير من الناس، يذهب ويجلس وربما تكلم في كل شيء ثم يقوم ويمضي، وهذا خلاف أدب الزائر لعيادة المريض، فإن زيارة المريض لها أحكام وأداب، وهذه الأداب يترتب عليها الانتفاع للمريض وللزائر نفسه، ولهذا ينبغي حفظ هذه الأدعية واستعمال ما يناسب منها ولو يعني بعض هذه الأدعية. كان يمسح بيده اليمنى، وهذا فيه استحباب المسح على المريض، يعني يمسح رأسه يعني المؤانسة وللانتفاع بالرقية ونحو ذلك. بيده اليمنى، واليمنى مقدمة في مواطن التكريم ومن هذا الباب. ثم يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم رب الناس يعني هذا نداء محذوف أداة النداء، يعني يا رب الناس، وهذا استغاثة بالله عز وجل بعموم ربوبيته لكل الناس. وقوله أذهب البأس أو أذهب الباس، إبدال الهمزة هنا ألفا أنسب كما نبه عليه الشراح للازدواج، يعني لتناسب رب الناس، لو قلت أذهب الباس أحسن، خاصة أنه سائغ لغة وفي الرواية كذلك. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اشفي أنت الشافي هذا دعاء وطلب من الله عز وجل، وفيه إثبات اسم الله الشافي. لا شفاء إلا شفاءك هو نفس معنى أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك هذا مؤكد لقوله أنت الشافي، وفيه إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي لا ينجع
إلا أن يصادف تقدير الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف ومشاهد. فمهما يعني حرص الإنسان على التداوي ونحو ذلك، هذا وإن كان مشروعا، إلا أنه لا بد أن يكون تعلق القلب بالله عز وجل، لأنه لا تدبير الطبيب ولا قوة الدواء ولا شيء من ذلك ينفع إلا أن يوافق ما عند الله. وفي هذا من الأدب أن الإنسان لا ينبغي أن يبالغ في التعلق بالطبيب، فإن بعض الناس يعني يسأل ويقول هذا يعني من أمهر الأطباء وهذا من أحسن الناس في هذا الباب، ولا يزال يبالغ حتى يقع تعلق القلب بالطبيب نفسه، وهذا يعني نهاية ما يكون من عدم التوفيق، لأنه معلوم أن الأطباء بشر، وأنه ما من طبيب مهما كان يعني موفقا إلا وله موطن زلة لعدم العصمة، فما يدرك أن تكون زلة هذا الموفق الوحيدة معك، كما أنه ما من طبيب مهما كان يعني جاهلا ومخزولا إلا وله مرة ولو واحدة يصيب فيها، وإلا لما مارس ولما يعني استمر، إن كان مخزولا على طول الخط لا كسر مغزله وجلس في بيته. نعم. فمن معاني التوكل أن تقول لعل هذه المرة ببركة التوكل المرة الوحيدة التي يصيب فيها تكون معي، وبالتالي فالنظر إلى الطبيب ينبغي أن يكون من هذا الباب، أن توفيقه بيد الله، وأن التعلق ينبغي أن يكون بيد الله، وأن تدبير الطبيب أو قوة الدواء أو نحو ذلك هذه أمور من توفيق الله عز وجل. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ويصح سقما كلاهما. وهذا أيضا تكميل لقوله اشفي، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، يعني شفاء عندنا جملتان معترضتان، فإن المعنى اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي شفاء، ففعل اشفي والمفعول المطلق شفاء جعل بينهما هاتين الجملتين الاعتراضيتين اشفي، ثم قال أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، جملتان بين الفعل وبين المفعول المطلق اشفي شفاء. وقوله شفاء لا يغادر سقما، التنكير في سقما أو سقما هذا للتقليل، يعني لا يغادر أي نوع من السقم أو المرض ولو كان قليلا. وقوله شفاء مفعول مطلق على النص، ويصح أن يكون أيضا شفاء يعني على سبيل أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، يعني شفاء لا يغادر سقما هذا شفاء أو هو شفاء أو نحو ذلك. قال وفي رواية كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت، وهذا في نفس المعنى امسح الباس رب الناس، والبأس يعني المرض والشدة، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. واستشكل بعضهم الدعاء للمريض بالشفاء، قالوا كيف ندعو للمريض بالشفاء مع أن المرض كفارة وفيه ثواب عظيم؟ والجواب أن الدعاء عبادة في ذاته، وهذا لا ينافي يعني بركة أو انتفاع الإنسان بالمرض والكفارة، لأن ذلك يحصل بمجرد وقوع المرض والصبر عليه، فيجمع بين الحسنين، إذا وقع المرض وصبر عليه نال الأجر، ثم إذا تعبد لله عز وجل بالدعاء انتفع نفعا بعد نفع، فيكون الداعي بين حسنتين، إما حصول المقصود أو يعني إبداله ما هو معروف من رفع الدرجات أو تكفير السيئات أو يعني نحو ذلك من المعاني التي هي من ثمرات الدعاء. قال وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت من أخص أصحاب أنس رضي الله عنه،
وهذا فيه أن الرجل إذا مرض ينبغي أن يعنى به أخص الناس به وأعرف الناس له وأقرب الناس منه، لما هو حق الصحبة على كل حال، وأيضا لأنه لو لم يفعل هذا أقرب الناس ربما يتأثر بهذا قلبه وينكسر نفسه بذلك. ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وهذا فيه أنه قد يرد الحديث أو الذكر ولو كان رقية بأكثر من نص أو أكثر من لفظ مع كونها متقاربة فلا بأس أن يحفظ منها يعني أحدها. وهذا فيه من الفقه كما قال الطبري أن الرغبة إلى الله في صحة الجسد أفضل للتعبد وأصلح له من الرغبة إليه في البلاء. بعض الناس يتمنى البلاء ويقول فإن فيه أجرا عظيما، لكن مثل هذه الأدعية لرقية المرضى هذا يدل على أن الرغبة إلى الله في الصحة أنفع، لأن الصحيح يستعين بالصحة على عبادة الله سبحانه وتعالى، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمرضى بالشفاء، ولو كان يعني تركهم على العلة أنفع أو أوقع لما دعا لهم بالشفاء. ولا يشكل ما ورد في فضل البلاء هنا، فإن الجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر فضيلة البلاء وأن من يرد الله به خيرا يصب منه ونحو ذلك مما في هذا الباب، إلا أنه نهى عن تمني البلاء وقال لا يتمنين أحدكم الموت بضر يصيبه، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ومعلوم أن من دعائي أو من أنفع الدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في المرض ولغيره من المرضى خير دليل على مثل هذا. وقوله شفاء لا يغادر سقما، فائدة التقييد هنا شفاء لا يغادر سقما أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض ثم يعود فيخلفه مرض آخر ربما يتولد عنه، فكان قوله شفاء لا يغادر سقما يعني دعاء بالشفاء المطلق وليس بمطلق الشفاء، دعاء بالشفاء المطلق الذي لا يعقبه مرض وليس بمطلق الشفاء يعني نوع من أنواع الشفاء قد يعقبه مرض. قلت معنى لا يغادر لا يترك، والبأس الشدة والمرض. وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. وهذا ذكر رابع لكنه في حق المريض نفسه. روينا في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسده وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والحديث عند مسلم ورواه أهل السنن أيضا وفيه زيادة كما عند أبي داود والترمذي والنسائي. فقلت يعني عثمان بعد أن فعل هذا قلت قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان به، يعني عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على مكان الألم وقال هذا الذكر، قال فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم، يعني تأدبا مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمه وانتفع به. وقوله أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الشكوى
من المريض، لكن بشرط أن يكون على سبيل الإخبار وليس على سبيل التضجر والتشكي. فلو أن رجلا قال يعني كيف حالك، وقلت والله عندي ألم في كذا، إن كان على سبيل الإخبار فالأمر فيه سعة، وإن كان على سبيل التشكي شكاية الخالق للمخلوق، أو على سبيل التضجر والتبرم من الألم، فهذا لا يشفع ولا يجوز. لكن يتأكد يعني معنى الجواز، خصوصا إذا كان يعني لمن ينتفع بدعائه ويتبرك بدعائه ويتوسل بدعائه كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما لو فعل هذا الإنسان مع بعض الصالحين وما أقلهم في هذه الأزمان. على كل حال أن يقول يعني كيف حالك فيقول الله به كذا أو نحو ذلك، وهو يقصد أن يدعو له، لا بأس بهذا. وهذا الضابط له حالة القلب واعتقاد القلب وتعلق القلب بالله، فإذا كمل التوكل والثقة في الله وحسن الظن فيه فلا بأس بالتشكي إخبارا. أما إذا ضعف هذا فالإنسان يخشى. ولا شك أن الكمال أن الإنسان يجتهد ألا يعني يشكو أصلا، وأن تحمل الإنسان وثناءه في يعني الرضا بما يأتي به ربه سبحانه وتعالى من المقادير، هذا لا شك أنه أنفع له. وقوله شكى وجعا يجده في جسده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، يعني يقول بسم الله ثلاث مرات تبركا بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته كما في بعض الروايات، وفي بعضها أعوذ بعزة الله، والذي فيها الزيادة أكمل، والمقصود بعزة الله يعني بغلباته وقوته، فإنه من أسمائه العزيز وصفته العزة، العزيز الذي لا يغالب. من شر ما أجد وأحاذر، يعني تعوذ من وجع هو فيه، من شر ما أجد، تعوذ من الوجع الذي هو فيه، ومما يتوقع حصوله لقوله أحاذر، أحاذر يعني أحذر وأخاف، فهذا تعوذ من الوجع الحاضر، وتعوذ أيضا من الوجع الذي قد يكون في المستقبل، وسواء حسيا أو معنويا كالحزن والخوف ونحو ذلك. وفي تكملة الحديث من قول عثمان فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، هذا يدل على أن الإنسان إذا عمل بالأذكار عموما في هذا الباب وفي غير بقلب حاضر ويقين وثقة في الله أن نفعها لا يكاد يتخلف، وإلا فأنت قد يشكل عليك أنك طالما قلت هذا وربما لم تشعر الشفاء ونحو ذلك، كما شعر به عثمان الذي قال فقلت فأذهب الله مع استعمال الفاء، فقلت ولم يقل ثم أذهب الله، إنما قال فقلت فأذهب، وهذا يدل على سرعة يعني الاستجابة منه وسرعة الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ولم يحدث فاعلم أن الإشكال ليس في لا في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا هو الصادق المصدوق، ولا في يعني عزة الله وقدرته وسرعة إجابته لعبده المؤمن، وإنما الإشكال يكون في أن المحل غير قابل، محل العبد نفسه المريض غير قابل، لأنه يقول هذا إما على سبيل الاختبار، بعض الناس يتعجب أو الاستبعاد، يقول يعني هذه الكلمة تذهب السرطان الذي عجز الناس جميعا أن يفعلوه، هذا من سوء الأدب كأنه يشك، أو يقول ننظر يمكن قد جربنا الأطباء والأدوية يمكن هذا، فيختبر ربه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا لا يليق. أو يقول لا على سبيل يعني الاستبعاد ولا الاختبار، لكن ليس بنفس قوة التعلق بالقلب والثقة واليقين والتوكل والمعاني القلبية التي إذا تخلفت كان يعني ذكر اللسان إن لم يواطئ القلب كان قليل النفع. ولهذا أنت ربما وقع لك أحيانا أو ربما وقع لك هذا حينا وتخلف أحيانا، إذا قوي التوكل وعظم اليقين نفع ولا بد.
وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وهذا ذكر خاص، وفيه يسر الشريعة، وأنها يعني نزلت بكل نافع لكل مستويات الناس في فكرهم وحفظهم وفهمهم. فلئن صعب على بعض الناس أن يحفظ ذكرا من الأذكار الماضية، فإن أحدا لا يكاد يصعب عليه أن يقول اللهم اشف فلانا، طبعا مش هيقول سعدا بقى لكل واحد، نعم، اللهم اشف محمدا، اللهم اشف عليا، اللهم اشف عبد الرحمن، على حسب اسمه. هذا يؤخذ من قول سعد. قال المصنف: وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. والتثليث للتأكيد. فهل يصعب عليك إذا عدت مريضا أن تدعو له باسمه اللهم اشف فلانا؟ هذا لا يكاد أحد يعني يشق عليه. ولو جمعت هذه الأذكار كلها في حق مريض ووافق ذلك حضور قلب منك لكان هذا من أنفع شيء وأبركه. وروينا في سنن أبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. قلت: يشفيك بفتح أوله. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. قال الترمذي: حديث حسن. قال الحاكم في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. قوله: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني انتهاء العمر، يعني لم ينتهي عمره. معنى الكلام أنه إن كان قد انتهى عمره فإن الأذكار لا تنفع. قضى الله أمرا وأمر الله نافذ لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، يعني إذا قضي الأمر فإنه لا شيء. لكن لو قدر أنه لم يحضر أجله ولم ينتهي عمره فهذا الذكر نافع إلى هذا الحد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عافاه الله سبحانه وتعالى. استحضر هذا المعنى يجعل الراقي لا يشك في أن المريض قائم قائم ومعافى معافى. فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم، والله تعالى هو المسؤول، والعظيم يعني في ذاته وصفاته، والعظمة من الأسماء الجامعة التي تجمع معاني كثيرة تحتها، رب العرش العظيم. ويعني تخصيص العرش هنا، والله تعالى رب كل شيء، هذا للتشريف والتكريم، لأن العرش أكبر المخلوقات. أن يشفيك إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض، يعني ما دام لم يحضر أجله فالله سبحانه وتعالى يعافيه. وأنت تقولها كثيرا ولا يحدث شيء، ربما أيضا لما ذكرناه من وقوع بعض الإشكالات التي تقدمت. ونضيف عليها هنا أيضا أن القائل قد يقولها على وجه السرعة فلا يحدث منه التأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا تأمل في هذه المعنى. كان يقول 7 مرات وهو لا يكاد يفقه معناه، تسمعه يتمتم تمتمة، خلص 7 مرات في مرة أو في وقت المرة. لكن الذي يعني يستحضر هذا المعنى ويستحضر الحديث قبل أن يلقي به ويعلم أن هذا الرجل لا محالة أمره بين 2، إن كان أجل انتهى أجله انتهى فذاك، وإلا فإنه سيقوم معي يمشي ويخرج،
ويقبل على ربه ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعيد. أسأل الله لكن يقول أسأل الله خلاص ما المعنى الذي فيها وهو لا يكاد يفقه شيئا ولا يكاد يفهم ما يقول. قلت يشفيك بفتح أوله هذا احتراز جيد لأنه لو قال يشفيك لكان المعنى على العكس أشفى على الهلكة لكن شفى يشفي يعني من الشفاء. لو عدت واحد قلت أن يشفيك أنت عايز تخلص عليه نعم أو تقول له يعني أشفاك الله أو نحو ذلك من المعنى لابد أن تضبط. وهذا يفيد أهمية تعلم اللغة فإنك قد يعني تذهب تدعو لأحد فتدعو عليه وهذا كثير وربما فيه يعني بعض حتى تفعل هذا مع نفسك تذهب تدعو لنفسك فتدعو عليه كالذي يقول اللهم ارزقنا ارزقنا يعني الرزق المصيبة يقول لك ولازم أقولها بالنحوي لازم لو لم تقولها بالنحوي لكان لو استجاب الله لك أن يرزقك لا يعني لما قمت منه اللهم ارزقنا اللهم لا ترزقنا لكن اللهم ارزقنا. فمهم الإنسان يضبط هذه المعاني ويعرف على أن الله سبحانه وتعالى كريم وحليم فالإنسان يعني لجهله قد يعفو الله عز وجل عنه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. الحمد لله الإنسان يعني قد يسعى ليس فقط للإنشاء الخطأ ويعافيه الله قد يسعى لوجه صحيح ويرى الله تعالى أن هذا الصحيح ليس في مصلحته وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. قد يكون الشيء حسنا وأنت تسعى إليه والله يقول لا ليس هذا مصلحتك وأنت تعجب وربما يعني أخذك ما قدم وحدث ثم بعد أن تستبين الأمور تقول سبحان الله الحمد لله الذي صرف عني هذه المرأة مثلا التي كنت أسعى إليها بكل ما أملك ثم إنها صرفت ثم تبين لي أن صرفها كان الحسن أو صرف عني هذا العمل أو هذه التجارة أو هذه الصحبة أو هذه الفعلة أو هذا الشيء. نعم. وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. لم يضعفه أبو داود. قلت ينكأ بفتح أوله وهمز آخره ومعناه يؤلمه ويوجعه. إلى هنا والحديث كله صحيح. وهذا أيضا قال وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. لم يضعف أبو داود. قوله لم يضعف أبو داود إشارة إلى شرط أبي داود الذي قاله عن سننه في رسالته إلى أهل مكة لما صنف السنن قال وما سكت عنه فهو صالح. وإن كان لم يبين صالح للحجية ولا صالح للاحتجاج به في الشواهد والمتابعات ولهذا الصحيح أن ما سكت عنه لا يلزم أن يكون صحيح. لكن المصنف ممن يعني يتساهل في هذا الباب ويرى أن الضعيف ما يعمل به في فضائل الأعمال وأن سكوت أبي داود يكفي لاعتباره صالحا عنده. على كل حال الحديث صالح فعلا وقد حسنه الحافظ في نتائج الأفكار. إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك يعني هذا المريض ينكأ لك عدوا. يقال نكى العدو ونكى في العدو نكاية يعني قتل وجرح كما في القاموس. وفي الهمز أيضا نكأ العدو وينكأ وحاصله لغتان يعني صح الهمز وعدم الهمز يقول نكى ونكأ. ويقال أيضا كما قال صاحب النهاية نكأت القرحة أنكأها يعني قشرتها. القرحة قد تنكأها يقول لك هذا ينكأ الجراح
يعني يجعلها تسيل بما فيها يعني. نعم. والمراد يغزو في سبيلك. انظر إلى حسن الدعوة، يشفي عبدك، ينكع لك عدوا، ولا يكون هذا إلا بالغزو في سبيل الله عز وجل، أو يمشي لك إلى صلاة، يعني إن لم يغزو ويجاهد فهو يتعبد ويذكرك بصلاة ونحو ذلك. وفي رواية إلى جنازة، والمراد يعني اتباع الجنازة للصلاة. ينكأ لك عدوا أو ينكأ كلاهما. أما رواية الرفع وهي أكثر الروايات فظاهرة، إيش في عبدك هذا ينكأ يعني فهو ينكأ، ورواية الرفع يؤيدها قوله أو يمشي على الرفع أيضا والأول العطف. وجزم بعضهم ينكأ على أنه جواب لإشفي، إشفي ينكأ يعني جواب الشرط، إشفي ينكأ، وهذا يصح أيضا. ويصح وجه ثالث، أن يكون الأول مجزوما والثاني مرفوعا، وسوغ هذا رواية أو يعني إشفي ينكأ، أو يعني أو يمشي يعني أو هو يمشي، ولا يلزم جزم الثانية كالأولى مع استعمال أو. وكل هذا صحيح، إشفي عبدك ينكأ لك عدوا، أو إشفي عبدك ينكأ لك عدوا كما في أكثر الروايات. قلت ينكأ بفتح أوله وهمز آخره، ومعناه يؤلمه ويوجعه. وفي رواية أو يمشي لك إلى جنازة، والمراد اتباع الجنازة للصلاة. ولعل الجمع بين النكاية ينكأ لك عدوا وتشيع الجنازة كما قال بعضهم، لأن الأول كدح في إنزال العقاب على عدو الله ينكأ لك عدوا، والثاني سعي في إيصال الثواب إلى ولي الله يمشي إلى جنازة. هذا وجه الجمع بينهم، أو كما قال بعض الشراح لأن المقصود من المرض المريض الذي تعوده وتقول له هذا، المقصود من المرض إما كفارة الذنوب ورفع الدرجات، أو التذكير بالموت والآخرة والعقاب، وهما حاصلان بالعملين المذكورين. ينكأ لك عدوا، وهذا فيه يعني كفارة الذنوب ورفع الدرجات بالجهاد في سبيل الله، أو يمشي لك إلى جنازة وهذا فيه يعني التذكير بالموت والآخرة ونحو ذلك. وهذا من المناسبات التي ذكرها أهل العلم، وإلا فالذكر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقوله على هذا النحو. نعم. وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قاله فضربه برجله وقال: اللهم عافه أو اشفه. شك شعبة قال: فما اشتكيت وجعي بعد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كنت شاكيا، يعني شاكيا إما على اللزوم لا تطلب مفعولا، أو على التعدي تطلب مفعولا، ويكون المعنى شاكيا وجعا أو ألما أو مرضا. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول، يعني يناجي ربه: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني يعني في الدرجات، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قاله فضربه برجله، ليس معنى ضربه ضربا يعني على سبيل التلطف ونحو ذلك. وقال: اللهم عافه أو اشفه، يعني فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شك شعبة يعني الراوي، شك هل قال اللهم عافه أو قال اللهم اشفه. قال: فما اشتكيت وجعي بعده،
قال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي إسناده مقال وإن كان الحافظ صححه. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. قال الترمذي: حديث حسن. الذكر في الدعاء الماضي هو الدعاء بقوله: اللهم عافه، اللهم اشفه، وهذا أيضا من أيسر الأذكار. إذا عدت مريضا تقول: اللهم اشفه، أو اللهم عافه. وهذا الذكر في الحديث الذي معنا في هذه الجمل الخمس التي هي يعني ذكر لله عز وجل وثناء عليه بما هو أهله. وروينا في كتابه الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، شهد أنه قال، يعني هذا في روايتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهد كل منهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. هذه جمل خمس تدل على أن المريض بحاجة أن يذكر ربه بمثل هذه المعاني: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحو ذلك مما ورد هنا. ولو حفظها على هذا التتابع لكان أحسن وأجمل، فالله سبحانه وتعالى يجيبه على كل جملة، كما في الفاتحة إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وهكذا. فمثله هنا. وكان يقول يعني في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، يعني لم تأكله، استعير الطعم للإحراق مبالغة، كأن الإنسان طعامها تتقوى وتتغذى به. وفي بعض النسخ: لم يطعمه النار، يعني لم يطعمه الله النار، وهذا أيضا معناه واضح. وروينا في صحيح مسلم وكتب الترمذي والنسائي وابن ماجة بالأسانيد الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وروينا في صحيح مسلم وكتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ بإثبات الهمزة في بعض الروايات بفتح الهمزة والاستفهام، هذا على بابه، يعني هل اشتكيت؟ والدليل أنه قال نعم، يعني السؤال وجواب. وقال ابن حجر في شرح المشكاه: اشتكيت، يعني همزة الوسط، والمقصود للتقرير. واعترض بعضهم على ذلك بأنه لو كان كذلك ما احتاج إلى جواب، ما قال نعم، ولهذا رواية اشتكيت أقوى في المعنى.
ولأنه أيضا لا يلزم من إتيان جبريل اطلاعه على ما لديه صلى الله عليه وسلم، حتى نقول إنه للتقرير، لا يلزم من مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اطلع على ما عنده، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جني ولا نحو ذلك. فيكون المعنى الأقرب أشتكيت، يعني هل اشتكيت؟ قال نعم، فأجابه بأنه اشتكى، فلما كان ذلك رقاه بهذه الرقية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وقوله من شر كل نفس أو عين حاسد، هذا يعني المختار وأظهر الروايات، وإلا يروى بتنوين الاثنين، من شر كل نفس أو عين، ويروى بإضافة الاثنين، من شر كل نفس أو عين حاسد، لكن الأظهر تنوين الأول، من شر كل نفس، والمقصود النفس الخبيثة، أو عين حاسد، والعين الحاسدة، أو يكون النفس يعني حسد الجن، وعين الحاسد حسد الإنس، وهذا أيضا صحيح. وقوله أو عين حاسد، إما للشك يعني من الراوي، أو للتنويع، والأظهر أنها للتنويع، خاصة على الضبط المختار، من شر كل نفس أو عين حاسد، للتنويع يعني النفس عين الجن أو عين حاسد من الإنس، لكن تكون للشك على رواية نفس نفسي أو عيني حاسد على رواية الإضافة، يبقى أقرب أنها للشك. وإذا كان الأولى حمل أو لغير الشك، هذا يكون أولى، ولهذا الرواية المشهورة التي نحفظها أولى في الضبط والمعنى، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أعادها مرة أخرى، بدأ بسم الله أرقيك وختم بسم الله أرقيك، والتكرار للمبالغة، وبدأ به وختم إشارة إلى أنه لا نافع إلا الله، وفيه يعني من أبواب البلاغة، من أبواب البديع، ما يسمى رد المقطع على المطلع، وفيه ما هو ظاهر في البلاغة، حيث إنك إذا قلت بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، هذا يعني ظاهر ما فيه من حسن البلاغة. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا أيضا ذكر ربما سابع أو ثامن مما يقال على المريض. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود، وإذا سمعت الراوي يقول أعرابي تعرف أنه في الغالب هيكون في شيء مناسب لحال الأعرابي، وإلا لم يكن في الغالب يقول دخل على رجل يعود. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعود قال: لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. طب إيه وجه الأعرابي؟ وجه الأعرابي ما في رواية البخاري من تكملة الحديث، وإنما المصنف هنا اقتصر على وجه الفائدة وهو الذكر الذي يرقى به، لكن في تكملة الحديث كما عند البخاري قال الأعرابي لما سمع هذا الكلام قال: لا بأس طهور إن شاء الله، قالوا: طهور؟ بل حمى تفوف أو تسور على شيخ كبير تزيره القبور. النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال له: فنعم إذن، فصاحبنا مات على طول تاني، واختارها الملاف السعد كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يقول لك: لا بأس طهور إن شاء الله، اسكت، ينفعك الله بها، هذه رقية من النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تتعجب الطهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فنعم إذن، يعني أنت اخترت هذا لنفسك، يعني الله يعينك. فمات الرجل من ثاني يوم. وهذا فيه من الأدب أن الإنسان ينبغي أن يكون متفائلا،
خصوصا إذا يعني دعي إلى هذا. ومن أنفع ذلك إذا دعي عن طريق الدعاء، فدعا الله عز وجل، فدعا من حضر له بالبركة أو بالطهور أو بالعلاج أو بالشفاء أو نحو ذلك، فكأنه يحمل على حسن الظن في الله فيسكت حتى لو كان يرى حاله ما كان، لثقته في الله وتوكله عليه. لكن صاحبنا يعني فعل هذا في حق نفسه وقابل مثل ذلك. وفيه أيضا أن يعني من الأدب مع مثل هذا يقول له خلاص، يعني هذا على سبيل العقوبة والتأديب، كالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم أيضا، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت. ماذا عليه لو قال نعم يا رسول أحاول؟ لم تفع، لكن قال لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسوء أدب. وكوالد سعيد بن المسيب أو جده الذي قال له ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، أو حزن، قال بل أنت سهل، قال ما كنت مغيرا اسما سمانيه أبي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا. وهذا يدل على قبح الجدال سواء قصد أو لم يقصد. هذه المعاني والآثار وما فيها نوع من أنواع الجدال. ماذا لو سكت؟ قلت إن شاء الله طيب، كان أحسن لك وأجمل. بعض الناس هذا لا يجد فرصة إلا وجادل، إذا نصحته أخذ يجادل، هذا الأحسن السكوت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لابد من تعليق فكلمة واحدة نافذة، قال فنعم إذن، يعني هذا ظنك وهذا اختيارك، خلاص يمضي إن شاء الله وقد مضى. وقوله لا بأس، وفي رواية لا بأس عليك، وهذه الرواية أنسب في زماننا خاصة إذا قلتها لبعض العوام. بعض العوام يقول لا بأس طهور، يقول لك والله ولا فاهم حاجة، فلو قلت لا بأس عليك فهم خلاص، ما دام هذه واردة وهذه واردة قل لا بأس عليك، يفهم له أنك تدعو له ثم تقول طهور إن شاء الله. وطهور يصح بفتح الطاء ويصح أيضا بضمها، وهو مرفوع لأنه خبر مبتدأ، يعني المقصود هذا طهور أو مرضك طهور إن شاء الله. واقتصر على هذا يعني على قوله طهور إن شاء الله بناء على أن الأغلب والأكثر أن يكون المرض طهورا يعني كفارة، وإلا فالمرض قد يأتي لا على سبيل الكفارة وإنما على سبيل رفع الدرجات أو يعني علو المقامات في الدنيا، كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، فلم يكن مرضه كفارة له لذنب ارتكبه. لكن غالب أحوال الناس أن المرض كفارة، فذكر الغالب معلوم، ولهذا قال طهور، إن أكثر الناس يعني مذنبون ومرضهم طهور لهم. لا بأس أو لا بأس عليك طهور إن شاء الله. طيب وذكر الاستثناء هنا، هذا على سبيل التبرك يصح أو على سبيل التفويض، لأن الأمر يفوض إلى الله وكل شيء راجع إلى تقديره، أو على سبيل التعليق يعني يعلقه بما يعني أو بكون المريض صبورا شكورا، يعني إذا صبرت على مرضك فإن شاء الله تعالى، وإذا لم تصبر وتشكر فلست يعني ليس يناسبك هذا المعنى. فكده المعاني الثلاثة للاستثناء صحيحة، إن شاء الله للتبرك، للتفويض، للتعليق على كونه يعني إن كان صبورا وشاكرا فإن الله تعالى يعني ينفعه بذلك. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم فقال كفارة وطهور. نعم، وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، إما يكون هذا الأعرابي أو يكون قصة أخرى، يعوده وهو محموم، فالظهر من نفس الأعراب، لأن الثاني قال له بل حمى تفور وفي رواية تثور، فالظهر من نفسه، فقال كفارة وطهور، فأضاف أن لفظة أن يصح أن تقول أيضا للمريض كفارة، فيعني تحمله على التفاؤل بأنك ستنتفع بهذا المرض، أبشر
كفارة، كفارة وطهور. ولا شك أن من أصيب يعني بمرض وصبر فإنه يحصل له الكفارة ويحصل له الطهور، ويحصل له أيضا فائدة أخرى جاءت في غير هذا من الأحاديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فالذي يصبر يكتب له في أثناء مرضه ما كان يعمله من الخير وهو صحيح، فيكون جالس أو فيكون جالسا على فراش المرض والعداد يعد له حسنة، هذا إذا كان، وإلا إذا لم يكن فلا حول ولا قوة. يعني يكتب له قائم من الليل إن كان متعود أن يقوم، وإن كان لا يقوم لا يكتب له شيء، وإن كان جزعا في مرضه لا يكتب له لا شيء كان يفعله ولا حتى كفارة ولا طهور ولا أي شيء، لأنه جزع لا يحصل له من الثواب لا هذا ولا هذا. وهذا هو المصاب الحقيقي الذي فقد الثواب ولم ينتفع بمرضه، فكان هما في الدنيا ونكدا في الآخرة والعياذ بالله. وروينا في كتاب الترمذي وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية ابن السني: من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض فتقول: كيف أصبحت أو كيف أمسيت. قال الترمذي: ليس إسناده بذلك. ثم ختم المصنف الباب بثلاثة أحاديث ضعيفة، وما تقدم من الصحيح فيه كفاية، على أن هذه الضعيفة يعني معناها يشمله كثير من الأحاديث الصحيحة. قال: روينا في كتاب الترمذي وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده. وهذا تقدم في أحاديث صحيحة، كان يضع يده على المريض كما في أوائل الباب. ويسأله كيف هو، يعني تضع يده عليك. والحكمة من هذا التأنيس، فإذا وضعت يده أو يدك على المريض هذا على سبيل التأنيس وترقيه، ومن حكمة ذلك أيضا أن تعرف شدة الألم تواسيه وتؤنسه، وربما عرفت من ذلك شدة الألم كما لو رأيته يعني محموما في حرارة فأنت يعني تواسيه. ويتأكد هذا في حق من كان يعني له علم بالطب أو نحو ذلك، فالمريض يأنس بهذا ويشعر أن الطبيب يعني يعنى به، فلعله إذا وضع يده عليه يعرف نبضه أو يكتشف مرضه أو نحو ذلك فيصف له دواء. هذا من باب المواساة، فإن المريض يكون منكسرا عادة. ويسأله كيف هو، كيف أنت وكيف حالك. وفي رواية ابن السني: من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض فتقول: كيف أصبحت أو كيف أمسيت. قال الترمذي: ليس إسناده بذلك. لكن كما قلنا معناه تقدم في أحاديث صحيحة. وروينا في كتاب ابن السني عن سلمان رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: يا سلمان، شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن سلمان رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: يا سلمان، شفى الله سقمك أو سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. والحديث وإن كان ضعيفا ففيه أصل العيادة، وأما هذا الذكر ففيما تقدم من الأذكار الصحيحة غنية. وسلمان هذا عجيب من الصحابة، قيل أنه عاش 250 سنة وقيل 350 سنة، فعجب لقصته. ومع هذا يقول له: شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك، هذا الطويل. نعم. وروينا فيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني، فعوذني يوما فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال: يا عثمان، تعوذ بها فما تعوذتم بمثلها.
وهذا آخر حديث الباب، وأيضا هو ضعيف روينا فيه يعني عند ابن السني عن عثمان رضي الله عنه قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوزني، فعوزني يوما فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا غير بعيد في الأحاديث الصحاح من التعويذ ومن ذكر أسماء الله للبركة وصفاته من شر ما تجد. فلما استقل رسول الله يعني ارتفع من مجلسه قائما لينصرف، قال: يا عثمان تعوذ بها فما تعوذتم بمثلها. الآن أنت ترجع إلى الباب فتقرأ حديثه وتنظر ما عندك فيه، فالحمد لله، وما ليس عندك فتحفظه وتضيفه لعلك يعني تستعمله وتنفقه، فزكاة العلم إنفاق. والحمد لله. نعم، هذا يطلب البيت: وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحم. هذا ذكره ابن القيم في بعض كتب. ما صحة قول شفاك الله وعفاك؟ هذا جيد ومأخوذ من قول إن الله مشفه أو عافه. تمثيل هذه الرقى عمليا، هل هناك فرق بين التفل والنفس؟ لعلك تقصد يعني هكذا وليس نعم. بعد القراءة سيكون هذا النفس الذي عالج القرآن خرج ببركة القرآن، ثم تمسح على يعني جسمك. نحتاج أحيانا إلى عيادة نساء أجنبيات من الأقارب كزوجة العم وأخت الزوجة وغيرهن من غير المحل، فهل هذا جائز؟ كيف يكون الدعاء؟ جائز إذا لم تكن ريبة. زوجة العم ونحوها من الكبار يعني السلام عليكم كيف حالك أم فلان أو يا خالة أو نحو ذلك، وترقيها من غير أن تلمسها، صلى الله عليه رب العالمين شفاكي أو لا بأس طهور أو نحو ذلك مما عرفته. فإذا كانت ريبة كأن تكون صغيرة وشابة، فدع عنك مثل هذا وأنجو سعد فقد هلك سعيد. ويقول: في حال مرض الطفل الصغير هل يشرع لوالده الدعاء له والمسح عليه؟ نعم يشرع. هذه العيادة بالهاتف جائزة وتجزئ إن كان في زيارة المريض في بيته شيء من الحرج وتعذر الذهاب له. نعم أمر واسع، وقد خرج علي من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس: كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنت إذا ذهبت أو إذا اتصلت بالتليفون ونحو ذلك لا بأس، لكن هذا يختلف. من الناس من التليفون يكفي، ومن الناس من لا يكفيه التليفون. إذا مرض الوالد تقولوش: كيف حال الوالد؟ إن شاء الله بخير، السلام عليكم. تقول: أنا اتصلت بالتليفون وعدت. هذا منتهى الجفاء وقلة الأدب أيضا. نعم، إنما الوالد تليفون هذا 7-8 مرات في اليوم، وينبغي أن تكون عنده في الصباح مرة وفي المساء مرة وربما بينهما، هذا الذي ينبغي. لكن إذا لابد مراعاة الحال، وإذا كنت تعرف أن فلان يتحرج بأن تأتيه فلا تأتي، أو يحب أن تأتيه فأتي. أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، إذا عرضت عليك الرقية من آخرين تقبلها، لا يخرجك من 70,000. لا، الذي يعني قضيت حديث 70,000 الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقى، لكن لو أن رجل رقاك من غير أن تطلب منه هذا لا يخرجك من 70,000، لأنه قال لا يسترقون. فهذا الذي جاء رقاك من غير أن تطلب منه ليس فيه إشكال. الجمع من الأحاديث التي تذكر شدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وشدة السكرات، وبين الأحاديث التي تذكر سهولة خروج روح المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء، وإن كان هذا رفع الدرجات تكفير السيئات، أليس غير النبي صلى الله عليه وسلم بأحوج إلى هذا؟ أولا هذا قدر الله، فليس لك أن تقول أحوج ولا ما أحوج. وأما الجمع فليس هناك إشكال، كونه مرض مرضا شديدا لا ينفي أن روحه خرجت على أيسر ما يكون، وهو رسول الله. أترى النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج الروح هربت روحه في جسمه؟
والعياذ بالله كما يكون من الفاجر والفاسق والكافر أبدا. فلا يلزم من شدة المرض وعلاج السكرات أن الروح عند خروجها خرجت كما تسيل قطرة الماء وزيادة، هذه روح النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة الريقة بحديث باسم تربة أرضنا بريقة بعضنا، تنفس على يد تضعها على التراب ثم يعني تضع يدك على المريض وتقول هذا الدعاء، هذا يناسب مع من يفهم هذا الكلام. وإلا بعض الناس عشان تفعل هذا يقول لك إيه اللي أنت بتعمل، خلاص يا عم عندك يعني 10 أنواع من الرقى ودع عنك هذا. هل للطبيب أن يرقي مرضاه بهذه الرقى والتعوذات؟ والله إن كان طبيب محترم لا بأس أن يفعل هذا، لكن يفعل هذا أحيانا، لأن لو فعل هذا مع كل مريض يدخل عليه قد يرد من هذا إشكال أن روحه التي ينبغي أن تكون في الذكر يصبح هذا أمرا اعتياديا، فلا ينفع لأنه قلبه مش حاضر على طول، على طول قلبه مش حاضر. فيفعل هذا مع صاحب له، قريب له، رجل رأى عليه أمرات الالتزام، ويسكت عن بعض الناس. ويتأكد هذا في حق أن بعض الناس، أو لأجل أن بعض الناس إذا رأى هذا من المريض من الطبيب يقول الطبيب ده ولا رجل لا يحسن يستقبل هذا المعنى منه، فلا يفعله معه، خسارة فيه. لكن بعض الناس يحسن استقبال ده طبيب ملتزم يعني عالجني ورقاني، لكن بعض الناس لا يفهم هذا، فلكل مقام المقال، والإنسان لابد أن يكون حكيما. كان يأمرني أن أفعل هذا بهلاز يدل على جواز طلب الرقية. أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هو لا يحتاج أن يكون من 70,000 لأنه فوق هذا بكثير. 70,000 هؤلاء بالنسبة له ليس بشيء، فلو قيل أن هذا طلب للرقية من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إشكال، لأننا نتحرج لأجل أن ننافس على 70,000، أما هو فقد سبق، هو الذي يفتح الباب للسبعين ألفا ولغيره. ولا يقال أن هذا فيه دليل على جواز طلب الرقية، لأنه قال أن أنه الأكمل عدم طلب الرقية، لأن هذا من كمال التوكل ولنيل درجة 70,000، فليس في هذا دليل على جواز طلب الرقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.